شابه كامله جات هوني باش تقابل رئيس الحكومه باش يطبق القانون. قال كوني الجامعه اورلا لوان نحب يطبق القانون مش طالبين حاجه اخرى، احنا معنا حتى طلبات اخرى. هذاك طلبنا من رئيس الجامعه، اقترحنا لي 3-4 اقتراحات، ما حبش يمشي حتى في اقتراح. السيده دائما تعنت، معناها يرى في روحه اليوم اقوى من الناس الكل. اي بيصير الشيء هذا وماش مقلق بلاد كامله مدخلها في حيط. احنا طلبنا منه ان بروسيدير اكسيليري باش نفضوا النزاع هذا، هذا حق مشروع ما هو وعد به، هو اليوم نكل بالوعد نتاعو. احنا طالبين هذا هو، ماناش جايين نقرقوا به ولا جايين نجيبوا به، احنا جايين طالبين حقنا لا اكثر ولا اقل.